بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية السيطرة هي لابد من وجود مسيطر ومسيطر عليه، ومتحكم ومتحكم فيه، وتابع ومتبوع. للأسف هذا ما يسود العالم الآن، وأصبحت تقنن على أنها قيم ومبادئ ومناهج تدرس في الجامعات. لذلك نجد هذه الحروب وهذه النزاعات وهذه المصادرة للحقوق الإنسانية والأخلاقية. المفكرون والمخططون لهم مناهج أصبحت اليوم مسلمة عندهم. نظرية السيطرة هي أنهم خلقوا كي يكونوا قادة وزعماء، وأن العالم منقسم لقسمين، سادة وعبيد، فهم السادة والباقي كلهم عبيد. لذلك هم منزعجون جدا، بل هم أعداء محاربون لهذه الثورات، سواء كانت العربية منها أو العرقيات الأخرى. فهذه الثورات التحررية من كل قيد هم واضعوه وصانعوه، أيقظت في الشعوب حسا وشعورا. هم أماتوه وعملوا على إماتته لعشرات السنين، بل مئات السنين، وفجأة وبدون مقدمات، وإذا بالشعوب تنادي بأعلى صوتها إلى أن تبح حناجرها ويسفك دمها. نحن بشر نريد إنسانيتنا التي سلبتموها منا، نريد أن نعيش أحرارا على أرضنا، نريد أن نمتلك إرادتنا، نريد أن نرفع الظلم عن النصر والانتصار. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل، وإن كان يعني وقت نضيق شوية، لكن رسالة مهمة جدا ورسالة ذات دلالة. إحنا دائما في حلقاتنا نقول مصراتة 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 ونحكوا على مصراتة، طبعا يعني في ناس مقتنعة بهذا الكلام اللي نقوله فيه، وفي ناس هو شوية، لكن بنقول لكم ان الكلام اللي نقوله فيه مظبوط. طلع نقول لكم ان مصراتة بحجم وطن، انتوا عندكم فيها شوية، لكن اثبتت الايام ان كلامنا مظبوط. كيف الكلام هذا اثبت انه مظبوط؟ مصراتة لما اعلنت الان حالة النفير العام، شو نقول لك بصراحه؟ انقلبت البلاد، خلونا عد شرق وغرب وجنوب، باش تعرفوا حجم هذه المدينه وتعرفوا مدى تضحيه هذه المدينه والثمن اللي تدفع فيه من اجل ليبيا ومن اجل الثوره. مجرد ما اعلنت مصراته ساعه الصفر الحقيقيه، مش ساعه الصفر المضروبه، من ساعة الصفر بتاع الساعات بتاع الحجاج، لا لا لا، ساعة صفر حقيقية أعلنتها مصراتة وقالت لابد من الحسم، والمهاترات وهالدماء اللي قاعدة تسيل هنا لابد نوقفوهن. وإذا بالمدن كلها، وأنا حبيت أني نسميهن الكم المدن باش تعرفوا حجم مدينة مصراتة. بس
مجرد ما أعلنت مصراتة أعلنت بعدها زليتن أعلنت الخمس بيانات تأييد والخط اللي خذاته مصراتة ومعركة الحسم اللي قالت عليها مصراتة زليتن الخمس مسلاتة طرابلس الزاوية غريان جادو زنتان كباو جميل. على الأقل هذين المعلومات اللي وصلني يعني شخصيا، إذا كان في مدينة أخرى أنا ما عنديش من علم فاعذروني يعني، لكن أنا بنوريكم حجم مدينة مصراتة. لذلك هذه المدينة لا تهان، يعني ما تضيعوهاش، راهي بحجم وطن، راهي إن كان تحركت تحرك الوطن، وإن كان لا قدر الله رقدت يرقد الوطن، وإن شاء الله وطننا ما يرقد بإذن الله تعالى. إن شاء الله ليبيا من أحسن إلى أحسن إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه الرسالة أنا حبيت نذكر بها بس جينا موضوع مهم جدا، وتوا خلونا نبدأ في الحلقات في الحلقة سامحوني، والحلقة هي حتكون يعني تكملة برضو على ساعة الصفر وكيف إنها طلعت مضروبة بالصوت والصورة نقولوها. أعطونا توا كذا إعلان ساعة الصفر من مجرم الحرب هذا حفتر. ساعة صفر جديدة أعلنها خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي مطلقا مرة أخرى معركة الحسم في طرابلس. دقت ساعة الصفر وحدها الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت ساعة الصفر هذه المرة تختلف عن مثيلاتها التي أطلقها خليفة حفتر منذ أبريل الماضي، ففي كل مرة سعت فيها قواته إلى انتزاع السيطرة على طرابلس من مقاتلي قوات حكومة الوفاق الوطنية، وجدت نفسها متعثرة على المشارف الجنوبية للعاصمة. انتوا شفتوا الكلام هذا من قبل وتكلمنا عليه في الحلقة الماضية، ومرة كم يوم بصراحة على ساعة الصفر، وطلعت ساعة مضروبة وطلع صفر مضروب وطلع أي كلام، لكن بصراحة من ناحية أخرى ما طلع شيء كلام. شنو الناحية الأخرى؟ شنو تقصد يعني؟ الناحية أن الدم متاعنا زاد زيادة، ماتوا أيضا شباب ورجال، ماتوا زاد عدد الموتى، عدد المبتورين، عدد الكوارث الطامة. يعني هو الأفاق هذا مجرم الحرب يقول هذه الكلمة للأسف يعني، وفي ناس رصة متقلبة جاهلة غافلة ما تعرفش كيف توصفها يعني. شن فايدته هو من الموضوع حتى لو أن صار منها ساعة الصفر؟ والله ما هو مستفيد حاجة، ومع ذلك هم اللي هو اللي يموت، وهو اللي تنقطع كراعه، وهو اللي تنقطع يده، وهو اللي يمه تنحرق فيه حرق على كيف كيفك، وابوه حتى وينحرق فيه، وما يبيش يوقف الكلام هذا. الطامة الكبرى مش طلع كذب الكلام هذا، وطلع الترهات، وطلع ساعة مضروبة. هناك من يفلسف أخرى، المنافقين والأبواق تفلسف إن لا مازال لا ماناش كاذبين، إحنا ما طلعناش غلطانين، ما طلعناش هرواكا، إحنا ما طلعناش يعني مغفلين، ما طلعناش مضروبين في سفر، نحن لا مازلنا أفطن. وتو يجيكم فيديو يفلسفكم شن معنى ساعة الصفر عند المنهزمين، عند اللي موليين الدبر. مستحيل طبعا، نافخ في خشومهم الشيطان منتفخين، يبي يقول لك والله طلعتوا مزبوط وانتوا والله ما قدرناش عليكم. لا مستحيل، لابد يبرم لهم الشيطان اخرى من جديد، باش لما يدير ساعة صفر اخرى يلقى من يجي. خلونا نشوفوا الفيديو هذا ونرجعوا. هاي بالتالي نحن الان ماشيين نحو مناطق شمال طرابلس بهدوء، بتقدمات هائله وبتقدمات محسوبه بشكل كبير جدا. يعني التقدم مش يقول لك ساعه الصفر معناها ساعه الصفر توا نبي ننهي توا، لا، ساعه الصفر معناها لا رجوع، معناها لا تراجع، معناها تمام يا ربيع، معناها لا ما فيش كر وفر، معناها تقدم. اي نعم هذا التقدم محسوب بدقه، لكن في تقدم قد يكون
100 متر 100 متر نقعدوا فيه يوم يومين مش مشكله، لان عندنا ناس نحافظوا عليه، عندنا جنود نحافظوا عليهم، ايضا امامنا مدنيين وامام الجيش ارزاق الناس، فيمشي على مهل لكن بقوه وباندفاع بعون الله تعالى. قريتوها ساعة الصفر كانت شنو هي؟ هي كانت اقتحام للعاصمة طرابلس، وكانت إلقاء بيان من ساحة الشهداء. هذه ساعة الصفر، خلاص قالوا، ساعة صفر. لما صارت الهزيمة وصار القتل وصار الدمار وصار الخراب والدماء سالت وتقطع يدين وكرعين ومستشفى الجلاء ما وقفت من الإسعاف بتاعها، والخيام كثرا في بنغازي وفي المنطقة الشرقية. الحاولة هذه كلها صارت، طلعوا الأبواق الإعلامية المنافقة اللي تستبيح في دماءنا، خلونا نكونوا نسموا الأشياء بمسمياتها، هي استباحة للدم الليبي، استهانة بالدم الليبي، استهانة بالأرواح الليبية. شن قال لك؟ قال لك ساعة الصفر مش معناها ساعة الصفر الحسم ولا الدخول لطرابلس، لا لا مش هكي. ساعة الصفر معناها لا رجوع، معناها بدال هلاك والدمار والخراب والقتل اللي يكملوا عرب الشرق، معناها هكي ساعة الرجوع. صحيح قال لك مرات 100 متر نقعدوا فيه يومين وثلاثة، هذا مش معناها مش معناها تقهقر ولا هزيمة، لا 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 حشاكة، لا لا، بس هذه بدقة بصراحة في تقدم، بس بدقة لدرجة ان 100 متر نقعدوا فيه ثلاثة ايام، ولدرجة 100 متر هذينا نفقدوا فيهن 100 و150 و200 راجل، لكن برضو راهو ساعة صفر، راهو لا رجوع على ساعة الصفر. لكن مشكلة قدامنا، هم طبعا يحكوا المشكلة قدامنا، نحن قدامنا مدنيين وقدامنا أرزاق ناس، ونحن من طبيعتنا راه نحافظوا عليه الكلام هذا، حافظوا عليه، وعندنا إحساس وعندنا شعور، يا مجرمين يا قتلة، يا مجرمين يا قتلة، وانت بتريحوا من ربي بس تفلسفوا في الهزيمه متاعكم، باش المغفلين اللي طايحين على روسهم غادي واللي مغلوب على امرهم يقول لكم لا عندكم الحق. طلعتوا كذابين، انتوا كذابين طلعتوا، ومش اول كذبه ولا اخر كذبه تبوا تكذبوها. اتقوا الله يا هو، اتقوا الله، هذين دماء، دماء نساء يترملن واطفال ييتموا وامهات اللي يجيب فيهم من غادي هذه ما ينتهيوا، هذا كنت انت ساعة السفر، يصلح الله الحال ان شاء الله. تفضل يا شباب. هذا احد المباني التي كانت تتمركز فيه ميليشيات المتمرد، واللي هربوا سيبوا فطورهم وسيبوا قهوتهم وشاهيهم سخون امام نيران قوات بركان غضب. الله اكبر ولله الحمد، ان شاء الله منتصرين. الله اكبر. طيب خلوه سخون قهوة، هذه يتاه الشاهي، هذا بالصوت تريس. الله أكبر، قهوته ما هي قاعدة سخونة، هذه قهوته. أيوة، وهذا الصندوق مصري، جو المصرية، هذه قهوتهم اللي قاعدة لتوا، هذه قهوتهم، هذا الصندوق بتاعهم المصري والجبنة المصرية، وهذه تكون كيف مفتوحة، هذا الريس بتاع نذوق منه. الله أكبر، تمركزهم صح، أجبه كان تمركزهم أجبه أمس بس، واليوم كان تحصيل الرجال أهو أمس كان تعاملهم مع الرجال، واليوم كان تحت السيطرة. والكيكة بتاعها قاعدة والسنتوب المصري، وكان تحت سيطرة الرجال. الله أكبر، وهذه الطويشة تحت سيطرة قواتنا بالكامل، لا ثالث ساتر، ساتر المدرسة وساتر الجامعة، جامعة طويشة ومدرسة طويشة. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. 13/12/2019 اليوم الجمعة، إحدى الآليات التي تم غنمها من ميليشيات المتمرد حفتر، دوشكا زوجية، ذخيرتها دوشكا زوجية مصرية، ذخيرتها وزيرها من زينة مصرية. هذا شوفوا من الناس وزيرها من زينة أشبه، الحكومة نتاعك هذه تم نشلش ربيعها من هنا، شاي وقهوة وداخيرة بدخيلتها بدنيتها بما أعطاها ربي. شنو الله يمزحها؟ 13/12/2019 يوم جمعة، يوم جمعة، يوم جمعة، هذه ساعة السفرة.
هذه ساعة الصفر هذه هي ساعة الصفر اللي يحكي عليها الصفر تقطع التقطيع مصدية طلعت مصدية يعرفون يتحكوا حمر طرابلس الله أكبر والله العظيم ما تعرفها كلمة هذه ساعة الصفر وهذا التقدم اللي يحكوا عليها قال لهم تقدموا بس تقدموا بدقة التقدم متاعهم اللي بدقة هذا لدرجة ان سيبوا القهوة متاعهم صاخنة في البكارج ولت عصاق يا ابو صاحب لت عصاق يعني التقدم اللي يحكي به هو تقدم هيك لا وراء راهو مش تقدم لقدام لا يتقدم لا وراء اهو بدليل قاعدة واضحة الحكاية وهذا امتى هذا يوم اللي اعلنوا فيه ساعة الصفر يعني معناها مفروض مكتسحين لكن المشكلة ان نحن عارفين انه هو كذب وتهرويك ودف كبوات وطواجين لعوذ بالله ومع ذلك 4 سنين ما زلتوا تصدقوا فيهم حاجة غريبة والله 4 سنين انتوا 4 سنين انتوا يذبحوا في عيالكم ويقتلوا في عيالكم اللي ما قتلوه في الجبهة قتلوه في شارع الزيت اللي ما قتلوه في شارع الزيت قتلوه في الابيار اللي ما قتلوه في الابيار قتلوه في السجون في جرنادا وما أدراك ما جرنادا وبرسس والكويفيا والشرطة العسكرية وعند وهب الرخ غادي عند البنقلة اللي قطعوا في الصوابع وقطعوا في اليدين وقطعوا في المرج يعني ما شاء الله خير واجد بصراحة خير واجد ربيع الحكاية السجون أظني 10 سجون توا جامعات ما فيش بالكل الناس ساكنة في المدارس بنية تحتية على كيف كيفك وما زلنا ندقوا وما زلنا ما ناش موخرين وين تبوا توصلوا يا هلنا مش عارف يعني لما تحقوا الفيديو هذا وهم مسيبين حتى قهوتهم ومسيبين التن المصري ولا الجبنة المصرية والعصير المصري ومعطينها وانتم من غادي تدزوا في عيالكم وين يمشوا بي بالله عليكم معلش من قبل انا قايل لكم على حاجة وننصحكم بها اخا التليفونات لعيالكم كذا كلموهم بالتليفون قول لها وين جيت طبتك لكن المعلومة اللي عندي اني اسحبوا منهم في التليفونات لكن برضو انت كلم كلم وقول شنو الو اولادي شنو حالك كان رد عليك ولدك لا معناه في جنب الحصين وان كان ما رد عليك معناه يعوضك ربي خير وان شاء الله يخلفك ربي فيه خير ديروها كذا عيالكم هذه ما اسالوا على عيالكم وانتم عارفين توه كمل العواقير وخش على المغاربه القابسي قالوا حتى هو مجرد غادي في قمينس ولم وحاشد وكذا باش يقطع رقابيهم حتى هما كيف ما انقطعوا العواقير وانقطعوا قبائل الشرق نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا تفضل يا شباب تشمل فضايح فوضى خليني احكي لك هؤلاء السياسيين واحد كان يكشك واحد كان سواق حافله مع احترامنا للمهم واحترامنا للتراث الشعبي ولكن السياسه رجاله يا اخي كريم عبد الله الثني سيد عبد الله الثني وراه محسوب علينا محسوب ان راجل شريف وان راجل كذا نقول لك عبد الله الثني بروحه ذهب سيرته ان ذهب سيرته جو النواب وكل واحد جاب وزير واحد جابوه من قهوه واحد جابوه مش عارف وين كان قاعد واحد جابوه من قسم داخلي واحد جاي يسوق جايب مشايخ جايبهم السواق فيتو لقى روحه لقى وزراء الراجل قاعد دايخ مذهوب بشيرته واصبح قابع والصراعات القبليه جهويه خلينا نقول بصراحه والدار النصر دارتنا في مصر بسبب صراعات قبليه جهويه مقيته والدارنا شرعيتنا ما عادش حد احترمنا وقعد يستلف يا تجاري عطوني 500 مليون باش نعطي مرتبات يا تنميه عطوني كذا عايش بالقروض عايش بالسلف نعم وفي اللي قال لنا ايش رايكم عاد في التفصيل هذا عاد وشاهد شاهد من اهله هذا يحكي على البرلمان ويحكي على الناس السياسيين اللي قاعدين غادي والمسؤولين صراحه ما نبيش نعاودهن انا نفس الالقاب اللي كان او المهن وان كان المهنه ما تعيب صاحبها بصراحه لكن المكان اللي انت فيه الصراحه يعني المكان اللي انت فيه ما يجيبش المهنه هذه المهنه كونها مصدر رزق وكذا وتسترزق بها هذه عندناش فيها كلام هنا لكن بصراحه انك تقعد تسوق حافله بعض الطب في برلمان تشرع للناس في قوانين لا ما تجيش عاد هذه بصراحه مش معنى ذلك ان نحن نهينه في
في الوظيفة هذه، لا والله، لكن الرجل المناسب في المكان المناسب، وكل واحد حسب إمكانياته وحسب قدراته حسب وضعيته. بقى يا سيدي حطوه شغل مواصلات ولا شغل حاجة ولا كذا، هاهو بحكم أن الناس اختاروه حطوه حاجة قريبة من الحرفة اللي يدير فيها هو، لكن يقعد مشرع قانوني في البرلمان بصراحة. وقال لك واحد أخي كشك يعني يغني ولا يحجل ولا يدير ولا قصة ويقعد في البرلمان، يعني بصراحة تفصيل شين، يعني تفصيل مضر، يعني عيالنا يموتوا على سبة هذي ما؟ لا بصراحة في حاجة غلط، لا في حاجة غلط كبير بالكل. صحيح لما ماتوا في بداية الثورة كانوا ميتين على مشروع كبير، على إزالة القذافي جرثومة العصر الطاغية المستبد اللي حرمنا من أرزاقنا وحرمنا من أبنائنا وحرمنا من أبهاتنا وحرمنا من عيشتنا، فكان الموت يعني يتلذذ الإنسان به، إنها حق واضح. لكن توا تبي تموت على سبة هذي ما؟ لا في خلل كبير يا رجل، في خلل كبير. تبي تقابل ربي سبحانه وتعالى، تبي تقول له متت على سبة عقيلة صالح ولا على بتاع الحافلات هذا ولا اللي كشك ولا على الطاغية بروحه هذا حفتر ولا؟ واو يا جماعة، لا مشكي بصراحة، يعلم الله إنها كبيرة يا جماعة. موت يا هو موت، بتقابله ربي يبي يسألك على كل صغيرة وكبيرة. هذا إن كان متت أنت بدون ما تقتل، لكن المصيبة إن كان متت أنت على هالباطل وقاتل في نفس الوقت، كيف تبي تبلطها؟ كيف تبي تحسبها؟ وما زال يقولوا لكم في ساعة صفر وجو جاردين من غادي مصدقين روسكم متقلبات مش عارف شنو معطينكم، ويضحكوا عليكم وبعدها تختم لكم هنا منكم روح على هذا. ان كان روحت تروح على كروسة ما طاير كراعك ولا طاير ايدك ولا عينك ولا فمك ولا اللي هو، ويطلعوك برا وتقعد تدور بين العيادات وتقعد تدير في فيديوهات واحنا نضحك علينا ونحن كذا. المصيبه مش فيك انت، المصيبه في اللي يشوف في الفيديو بتاعك وما يسمعش الكلام ويجي حتى هو. معناها في حاجه غلط يا جماعه، في امر كبير. وهذا يحكي لكم يفصل لكم شنسى عبد الله الثني هذا، والله راجل مسكين، يعني راجل يفترض انه راجل طيب واصله طيب وكذا، راجل مقدم استقالته مرتين، شو يشيل فيك انت غادي اصلا؟ شنو ذهبت تشيرتك لهالدرجه؟ مرتين تستقيل ويقولوا لك قمعز وتقعد ويمسحوا فيك وما لكش اي وجود. بصراحه امور هيك يصلح الله حالنا يا جماعه، يصلح الله حالنا راهو، والله راهم البلاد وين ماشي بالشكل هذا؟ وين ماشي البلاد؟ ما فيش حتى افق، ما فيش حوار، ما فيش وين ماشيين انتو؟ فكونا من الخوازيق اللي فوق اللي سرقوا البلاد وسببوا في قتلة عيالكم بداية من مجرم الحرب وعياله، وانزل له طلقات لكن المجرمين هذي ملا برا اللعبة. هالمجرمين اللي بهم جايين اللي بيدمروا ليبيا وبيصفوها ليبيا، يصفوا رجالها، يصفوا شبابها، صفوا أبنائها، هذا اللي بيديروه هم. وبعد أول طيارة يطب لك غادي في فرجينيا غادي، وبصبرت أمريكي يا بابا، خلاص أدى المهمة بتاعته الوظيفة بتاعته وانتهت، وخلك أنت وعيالك اللي موتوا واللي متقطعين واللي متدقدقين، وخلك أنت والأفاقين هذيما اللي مبدري هذيما اللي يقول لك ساعة الصفر معناها لا رجوع. يا سلام يا بابا، منين لقيت الكلام هذا؟ ساعة الصفر سببت عدي أسأل مستشفى الجلاش انصار فيه اليومين اللي فاتن وما زال حبل على الجرار، هذه ساعة الصفر عدوا واسأل المستشفى عدوا تو كذبونا يا سيدي، كذبونا وعدوا خذوا الإحصائية من مستشفى الجلاء كم الموتى فيها وكم المبتورين وكم المجروحين وكم اللي بصراحة يعني راهو الأمر فات حدة صراحة، فات حدة. لا البلاد ركحت ولا الدماء وقفت ولا الناس تريحت ولا الناس استقرت ولا الناس عاشت، انتوا وين ماشيش تبوا انتوا؟ تبوا تجيبوا لنا الخازوق هذا؟ كيف الخازوق اللي كان قاعد 40 سنة؟ روبي ولا نكسر قرنك؟ يا تحطوا هذا علينا من فوق
يا البلاد عنها ما تردوا. مش هيك بصراحة. يصلح الله حالنا، خلونا نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم من تكبر وتجبر علينا نجعلك اللهم في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. والله يا جماعة يصلح الله حالنا، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد بعقله يقول هايا. يقول هايا رانا رحنا فيها مال وقبرة. أراه تحسب اللي موتوا غادي ما همش خسارة لنا؟ لا والله خسارة، والله خسارة الليبيا الله العظيم. والله هذا كان مفروض يكون مكانه في غير هالمكان، يكون كمل دراسته، واللي كمل دراسته يعدل وظيفته، واللي قاعد موظف يمارس وظيفته ويطور روحه. البلاد راهي محتاجة. البلاد محتاجة البلاد، لكن هو تو خلونا نشوفوا هالأفاقين هذي مع طولية الأفاق ضخرة لنا. نحن مع هذا التغيير الذي حصل في فبراير، لكن وجدنا أنفسنا في مأزق كبير جدا، هذه حقيقة. ولكن في واقع الأمر أن فبراير أعطتنا الآن جزء منها أو جزء من إيجابياتها، أن نحن أعدنا تأسيس الجيش العربي من جديد، من أهم مميزاته. ومن أهم مميزاتها الأخرى أنها قضت على كثير من هذه الحالات، لكن كونها يعني صار الكثير، صار الكثير منها موضوع العلم والنشيد. نبي كان بهدوء بس، ونبي الناس تفكر في هذه الفكرة، أن نحن أمام توصيات الرئيس لما طلع ذات يوم جمد الإعلان الدستوري. هذا الإعلان الدستوري يعني صراحة الأخواني، واللي طلعنا بهذه المشكلة علم ونشيد وجابوه، ما جابوش من دستور 51 إلا العلم والنشيد. عندي كم رأي بسيط ونبي نختم به الحلقة. العالم هذا متاع الجيش الأبيض، العالم الأبيض اللي عليه النسر، شنو كان فيه خلال هذه المرحلة القادمة؟ ونفكروا بهدوء، لا خضر لا مخطط لا كذا، فكروا بس. هذه راية الجيش والتي حررت هذا الوطن كله، ليش ما نتفقوش عليها؟ نديروا دستور ونديروه برتقالي، بعدين العالم ولا موف ولا حمر ولا خضر ولا اختاره. فكروا في هذا الرأي بس. العالم الأبيض متاع الجيش راح يفكنا من حزازات كثيرة جدا ويعاود وطننا من جديد بعد إعادة تأسيس الجيش. فكرة لك اخترت علينا، فكروا فيها قولوا يلا. لا والله الوطن ما يعاود إلا بعد نفتكوا منك بصراحة. يعلم الله أن يعاود الوطن، وكان نفتكوا منكم أنتو يعاود مية مية. لكن قوي الموضوع اليوم من قلب كمحلل سياسي راهو. محلل سياسي، وهذا رأي أسمعوه، رأي شوفوه بمشواش، ما تستعجلوش بصراحة. كلام واحد شيخ ميعاد بصراحة، وراجل سياسي قال مأزق كبير. قال نحن مع التغيير. لا والله من كان معاه التغيير، والله لو كان معاه ركبنا علينا الشيطان وقاعدين ساكتين. لكن لا جوجو كبير، جوجو كبير عطتنا فرصة أن نبنوا جيش العربي خا من جديد، اللي هو الليبي طبعا. جيش العربي هذا جيش الجنجويد والتشادية والمصرية والإماراتية، هذا يبنوا من جديد. لكن عندنا مأزق كبير بالكيان في العلم والنشيد، مأزق. ودستور 51 هذا ما خذيته منا العلم جديد، دراهت كبودنا يا جماعة، دراهت كبودنا. هذه ثورة جاية من جديد يا جماعة. شو القصة؟ العلم هذا رمز عندنا، رمز هذا استقلت عليه ليبيا وتوحدت عليه ليبيا، ويحيينا في 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 تراث اجدادنا ودماء اجدادنا. شو المشكله انتم كنكم هكا معاه؟ شو العلم الابيض اللي طلعنا بها تو القصه هذه؟ وفكوكم قال لهم خطط لا خذا. راي يسمعوك، راي يسمعوك الازلام نهارك. والله يا ما يديروا لك لو كان يسمعوك. راح
تمام. سيادة الرئيس قال، قال سيادة الرئيس طلع ووقفنا الإعلان الدستوري الإخواني. يعني مش عارف الكلام هذا وين عاطي وجه، بس زعما تقصد الإخوان السنوسية ولا إخوان المسلمين أنت؟ لا أظن إلا إخوان المسلمين تقصد. هالشماعة اللي قلبتوا روسنا بيها وعلقتوا بها، علقتوا عليها الضلالات بتاعتكم والترهات بتاعتكم والخراب والفساد والدمار والقتل والدماء، هذا كله كله انتم سببه وعلقتوه على سبه الاخوان ولا الاخوان ولا الاخوان. يصلح الله حالنا. في بدري انا ذكرتكم بمصراته والحجم بتاعها الطبيعي وكذا، توا خلونا نشوفوا البيان بتاعها مضاهي ونرجعوا لكم. هاي فإن مدينة مصراتة وبكل فخر من خلال كل مكوناتها المدنية والعسكرية، وهي تشهد بدء مرحلة جديدة من مراحل الحسم والانتصار لإنهاء هذه المعركة، فإنها تعلن ما يلي: أولاً، حالة النفير في المدينة ووضع كل ثقل مصراتة وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم لاستئصال شأفة الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب ورد كيد المتربصين بليبيا الساعين للهيمنة على قرارها وثرواتها. ثانياً، تشكيل غرفة طوارئ بالمدينة تعمل بطاقتها القصوى لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لمعركة الحسم، مكونة من ممثلين عن المجلس البلدي والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومجالس الأعيان ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام، كما ندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باستغلال كل هذه الفرص والإمكانيات في معركة الحسم وتسخير كافة. فإن الله أكبر، الله أكبر، الله يعزك والله يحفظك. تبوا الرد أنتوا يا جماعة الشرق، يا جماعة العملية الإرهابية المسماة الكرامة. الكم أيام والكم شهور وأنتوا نازلين في مصراتة، أو مصراتة دارت ومصراتة ومصراتة دارت، ويا مصراتة تلقي بيننا وبين طرابلس، وتلقي بيننا وبين جماعة البريوش، وأنتوا كم يا مصراتة؟ وش دخلكم يا مصراتة؟ أهي تو ردت عليكم مصراتة. بدك تنبطل دمنا، ردت عليكم بهذا البيان وقالت لكم ليبيا هي الوطن والثورة هي الثورة. يا حبيبي الثورة هي ثورة، ادفعت فيها ثمن مصراتها، ادفعت فيها ثمن. راهو اللي يدفع ثمن مش سهل يفرط يا جماعة، وخاصة لما يقعد الثمن أبناءه ودمه ورزقه وحياته، لما يقدم ثمن لحريته، ثمن لإرادته، بيمتلك إرادته. نبوا نطلعوا يا جماعة، نبوا نطلعوا من دائرة بتاع العبيد هذه ودائرة الذل ودائرة التكبر ودائرة الغطرسة والاستبداد، نبوا نطلعوا منها القصة هذه، نبوا نشموا النفس نطلعوا فوق، نبوا نبنوا بلادنا، نبوا بلادنا، نبوا مؤسسات، نبوا قضاء، نبوا مستشفيات، نبوا طرق، نبوا حياة، نبوا نستطعموا، نبوا نستطعموا رزقنا اللي رزقنا بها الله سبحانه وتعالى، وأرضنا اللي أكرمنا بها الله سبحانه وتعالى، ورجالنا اللي أكرمنا الله بهم سبحانه وتعالى، نبوا نطلعوا منها القصة بتاعكم. لذلك كان رد مصراته. لكن شوف، سامحوني، شوف المستوى المنحط اللي لوطة بالكل، سامحونا في الكلمة بس، والبسطاء هذيما، شوف كيف تتعاملوا مع مصراته بالله، تو تضحكوا. أعطونا الفيديو كذا. تو هذه حياة تستاهل اني انا نقدم ولدي على سباها؟ بالله عليكم الإذلال هذا تدفع ثمن له؟ تدفع ثمن ولدك
باش ترد للحياة اللي كيف هذه وتقعد تعلق في الصور بتاعت البشر. شفتوا البيان لما داروه مصراتة؟ ما فيش صورة بني آدم على القلاورة، ما فيش، ما عندناش الكلام هذا. من 17/2/2011 انتهى القصة هذه، خلاص عفسنا عليهم بالكرعين. اللي بنادم مسقم نعطوه فلوس ويشتغل، اللي خبيث نعفسه عليه بكرعينه، هذا اللي نديره فيه. شفت بيان مصراته؟ ما فيش، ما فيش. نطالبه بدولة، نطالبه بحكومة، نطالبه بمؤسسات، نطالبه بطرد الظلم والطغيان والاستبداد والقضاء عليه. الانقلابيين لا حياة لهم، الانقلابيين لا حياة لهم، منتهي الأمر خلاص. قالوا البادية كلام قصير وابتر، حفتر لا، انقلابي لا، ياخذ السلطة بالقوة لا، والله منك حالا بيها بإذن الله تعالى، والله منك حالا بيها بالقوة، خذها. واهو التريس طلع لك في الميدان ووراك، والمدن تكلمت خلاص. كان في كوميرشة هذه المساكين اللي طايحين على رسهم، رام هذا مش حد عرب بنغازي، اهلنا في الغرب. شفتوهم العدد بتاعهم 10 15 50 100 افاق ولا طايح على راسه ولا مريض ولا عمره ما يمثلوا بنغازي ولا يمثلوا المنطقه الشرقيه ولا يمثلوا هذا الخط اللي الداعي للظلم والطغيان والاستبداد. قد تحررنا وحررنا الوطن، لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا. في افاق ما ادري جبت الكم، رغم انه هو افاق لكن فصل في البرلمان وفصل في الحكومه اللي غادي ووصفهم كل واحد واعطاهم شوط باهي. تو شوفوا النفاق نتاعه شو اللي بيقول تو كذا، اعطوا لي هذا اللي اسمه الشارف ولا شو اسمه. الجيش الان لما تقول لي قاعد في كل الشرطه، كل الشرطه بعدين صراحه نعم بتخش على طريق الشوك، طريق الشوك من هضبة البدري، من هضبة البدري هضبة الشرقيه، خشيت على طريق السكه على مبنى الحكومه، نزلت على شارع اول سبتمبر، لقيت روحك وين؟ في المقريه في سبتمبر، لقيت روحك في وسط ميدان شنو؟ في وسط كيف نقول الساعه الخضراء ولا ميدان الشهداء ولا سميها ما شئت. نحن الان بنسموها ساعه الكرامه الان. صحيح. كل واحد ياخذ، كل واحد ياخذ وقته، كل واحد ياخذ ايامه، عرفتوا؟ نعم. او حيلقي منها ان شاء الله من فوق، من فوق السرايا، السرايا وحيلقي بين التحرير. حيلقي روحه ان شاء الله، يلقي روحه من فوق باذن الله تعالى السرايا، لكن يا ابو صاحب شكلك ميت عليها طرابلس انت، حافظها بالشارع. يعلم الله ان صح لك والله، والله نحن اللي قعدنا فيها ما زلنا ما زبطناها كيف ما انك زبطها. هذه تدل على انك ميت عليها يا ابو صاحب. من الاخير نقولها لك. لكن ان شاء الله والله ما تحلموا بها. والله هذه العقليه باذن الله لن تعود، خلاص انتهى. العصر هذا باذن الله تعالى انتهى، وهذا اذن من الله سبحانه وتعالى. والله مو منا نحن، والله مو مخطط لها واحد هالثوره. ولا قيدتها مجموعة معينة ولا فيها إدارة ولا فيها راس، بدليل أنها هي من عند رب العالمين. طغيان انتشر وفساد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشع، والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لنا احنا بنسموه ساحة الكرامة، ساحة الكرامة يا بابا لو كانك أنت بعمليتك هذه مطيح معمر ولا قاتل معمر، ولا نقول لك صح لك والله، سميها كيف ما تبي. لكن انتوا عشتوا على فتات ثورة فبراير، طلعتكم ثورة فبراير، المشكلة اللي خلتكم تطلعوا التلفزيون هي فبراير. والله ما تحلموا به التلفزيون ولا تتكلموا ولا تديروا تحاليل سياسية ولا تنتقدوا. هو بدليل، بدليل صنعتوا على طول صنم كيف معمر وقاعدين وراه تو، انتوا تشيلوا في الصور وتكلموا حتى في الصور، انتوا تفتحوا في حوار مع الصورة، مع الصورة. انتوا هلبتوا حتى الصحراء وهلبتوها كلها، صورة تحطوها قدامك وتقعد تشكي لها، وانا جايك على كرعية وانا مرتبي مش عارف شنو وانا ولدي مش عارف وين محبوس ويا سي فلان ويا سي فلان. صورة مش حتى كاهن ولا ساحر ولا يجي شلواش تجي تحكي معاه، لا يحكي الصورة. هذا مرحلة عالية بالكل هذه، يصلح الله الحال ان شاء الله. تفضلوا يا شباب. داخل العاصمة، داخل طرابلس يعني، وليس في أنحاء العاصمة. السيد السراج أين موجود هو حتى يحدد موقفه، أين موجود علشان يقدر يستطيع يصرخ؟ غير معروف أين هو، هل يستطيع أن يعلن عن نفسه؟ طردوه قبل 5 أيام من مكتبه وأخذوا سيارته الخاصة.
إذا السيد السراج لا يملك شيء ولا يستطيع أن يقرر شيء. هل هو موجود في طرابلس؟ غير معروف، وأعتقد أنه لا يكون موجود في طرابلس، وبالتالي لأنه لم يعلن عن مكان تواجده. تعتقد أن السيد فايز السراج خارج ليبيا؟ أعتقد أنه خارج ليبيا. فين؟ روي أبوه ما يكون في تركيا، يعني هي الملجأ اللي بحياة ذميلة. والله سعادة المستشار راجل كبير، أنت خلاص كرعك والقبر، وراجل يعني شيخ في وطنك وفي قبيلتك وفي، معقول الكلام هذا؟ معقولة دولة بهذا الشكل؟ أعتقد أنه مش موجود السيد سراج، وهو ما يملك شيء، وأظن أنه في تركيا، وأظن أنه واخذ وجه المرة هذه ومنها، معقول الكلام هذا؟ وبعد طلعت هو قاعد، أنا شو يكون موقفك؟ كذاب يعني؟ عيب بصراحة، عيب رجل كبير بهذا السن، أنت يعني أنت يا ما صفقت ويا ما قريت بيانات لمعمر ويا ما مذرحت ويا ما درت، وبعد أراد الله سبحانه وتعالى، ها يعني بالك في حاجة دايرها هيك كويسة من دي عليها، أراد أن يتوب عليك وخذيت خط الثورة هذا وقعدت يرمز لك وكذا، تقعد بهذا الشكل بصراحة تعدي يا راجل على أثر ما قام أنا قاعد توج منك، عارف راسك من كعيك، مرة مجبي على الإمارات وحلالنا حلالكم ومش عارف شنو وساعدونا وكذا وحوسة، ومرة يا سيدي وآخرتها هذه تحب على رأس الملك بتاع السعودية، معقولة يا راجل الكلام هذا؟ وين يا هو وين؟ ما عاش عندنا حاجة نمسكوا فيها؟ ما عاش عندنا خطوط حمر للنفس والعزة والكرامة الحقيقية؟ ما فيش خطوط حمر؟ خلاص هلبناها كلها؟ توه كان يفصل فيكم الراجل هذا اللي توه شو اسمه حسين الشرف، يفصل فيكم في تفصيل يا لطيف، وكل واحد حطه في المكان وقال فوضى وبدا، وبعدها انقلبه بروح اخرى وحكاه على الجيش وحكاه على القصة كلها، اللي قبلك هذا اللي قبلك شوي هذا الشرف حكاه على الجيش وكأنه بدري ما كانش يحكي على الحكومة ولا يحكي على البرلمان، والجيش هذا منين طالع مانيش عارف، الجيش دار الشرطة مش عارف شنو كذا، وهو قبله كان يفصل فيهم واحد في الحافلة واحد في كذا، وبعدها رئيس الحافلات هذا ورئيس الكشك ورئيس كله هذا، طبعا هذا يعتبر رئيسه كله صح، أي واحد عنده نشاط ترفيهي هذا يعتبر رئيسه، وأي واحد عنده وظيفة هيك محترمة هذا يعتبر رئيسه، يعني هذا ملتم فيه الخير كله ما شاء الله، هذا اللي توه هذا ملتم فيه الخير كله، ومع ذلك الخبر اللي تحقوا فيها وهالدم اللي سايل ما فيه واحد منهم محرك فيه شعرة، الشعرة وحدة ما محرك فيه، يعدوا يشحتوا من الإمارات يشحتوا من يزوروا فلوس باش شنو، الدم يقعد مستمر ما يوقفش بالكل، نين يجي هك في ظنهم هما، نين يجي العالم ويقولوا يعلم الله ما يستاهلها إلا خليفة حفتر هذا هو اللي يقعد رئيس ليبيا، هذا اللي طمعين فيها، والله مو سير منكم، والله حتى خليفكم تحكم هذا مو سير منه، خلاص هذا كرعوا القبر حتى هو، شنو الغرب يمصوا في صوابعهم ولا شنو، بيراهنوا على واحد هلا بال 75 سنة، معقول الكلام هذا، لكن يراهنوا على مشروع، هذا يقولوا له اربح ويجيبوا عسيكر يخرى أو واحد يتبرمج عندهم تبرمجة على كيفك ويضربوا به مشروع الثورة، وأنا قايل لكم من قبل أن مشروع الثورات قرار صدر عالميا لابد من ضرب الثورات، لابد من ضرب الثورات، لأن الثورات فيها نفس هم ما يتريحولش، فيها مشروع هم ما يتريحولش، زي ما قلنا لكم في المقدمة هم يحبوا يسيطروا هيك خلاص مشت عندهم انهم هم يسيطروا وان نحن نستاهلوا ان يسيطر علينا، لكن لما طلعت الثوره بهذا الشكل عندي حاجه انا توا تمام توا برضو شوف بالله عليكم تو تشوفوا الفيديو هذا، وحده تستفتي على ولدها ولا اخوها ولا زوجها، شوفوا بالله عليكم شنو يقول لها الشيخ، بس اعطوا لي يا شباب، لأن أنا خطيبي كان في الحرب تمام؟
ماشي لطرابلس كذاهي نظام شني تم يقول نظام أول مرات صارت لك بحال نفسية يقول أنا قتلتم غرابة اللي وجعتني إني قتلتم مين مرض نفسيا قسما بالله تم كل يقول نا قتلتم نا دفنتم دبشتم نا وين نجلي كتف يعني شحكمة ما عاش عرفت ما ندير ذا نا كيف ربي يغفر لي كل ربي غفر رحيم شفتي عاد هذا هو اختي ما عندي جواب ما عندي يعني جواب إلا أن يتوب ويستقيم لأن أول حتى لما نقول لبايا هذوما جيش تركي جيش قطري جيش يقولنا اللي قتلتم غراب وما همش أتراك ولا قطرية أنا اللي قتلتم جيش ما عاش عرفت من دير قسما بالله ما عندي جواب حتى أنا ما عندي تعليق أظني واضحة القصة قدامكم والمأساة قاعدة واضحة وسببها الأصلع اللي مبدري أضاهي وسببها الأفاق اللي مبدري وسببها مجرم الحرب وسببها البوق الإعلامي هذا ما عندنا ما نقول ما عنديش تعليق حتى أنا بصراحة مأساة كارثة سببوا فيها البشرية.